احنا برضو بنناشد رئيس الدولة سرعة الانقاذ مناطق بتاعتنا، لان عندنا ضعف مياه حاليا في الانطرة شرق، والمياه مش واصلة للزراعات مما يأثر على انتاجية المحاصيل الزراعية في مصر، وده الناس هتحس بيه خلال المرحلة اللي جاية. احنا داخلين على صيف صعب، لان الاحوال الجوية تغيرت غير زمان، يا اما برد شديد يا اما حرارة شديدة. فالمفروض السياسة الزراعية في مصر تبص للظروف المناخية وتعدل منها. بناشد وزير الزراعة إعادة النظر في السياسة الزراعية في مصر، هو والثلاثة النواب بتوعه سواء الثروة الحيوانية أو الدهاجنة أو غير السياسة الزراعية، حتى تتقدم البلد ونكفي انتاجنا يكفي نفسنا. لان النهارده احنا مشكلتنا استيراد 90% من المنتجات بتاعتنا مأثر علينا في الاقتصاد القومي، في ارتفاع الاسعار سبب ان احنا بنستورد كل حاجه. المفروض ان احنا نلتجئ للانتاج، العمل والانتاج، حتى نصل بالمرحله اللي تشرف مصر ويكون مصر تقف ما تحتاجش حاجه من حد وتساعد نفسها بنفسها افضل منها تعتمد على اي دوله اجنبيه او عربيه.